أسد شاخ والنعاف فلم يقدر على صيد الوحوش وأراد أن يحتل لنفسه في المعشق، فتمرد وألقى نفسه في بعد الغيران، وكان كلما أتاه زائر من الوحوش افترسه داخل الغار وأكله. وأتى ديك الرومي يوما ووقف على باب الغار مسلما عليه: كيف حالك يا سيد الوحوش؟ فقال له أسد: ما لك لا تدخل يا أبا الحسين؟ فقال له ديك الرومي: يا سيد الوحوش، قد كنت أردت ذلك غير أني أرى عندك آثار أقدام كثيرين قد تخالوا، ولست أرى أن قد خرج أحد منهم. Videomuzning ostki qismida uning o'zbekcha shakli bilan tanishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.